البداية اسمح لي عربيتي مكسرة المعذرة أو عربية مكسرة أو مضروبة، سامحني يا شيخ بارك الله فيك. لا حرج تفضل. ما حكم أخذ الجنسية؟ نحن السوريين نقيم في أوروبا كما تعلم ببلاد الكفر، هل تجد لي رخصة يا إمام بارك الله فيك؟ بارك الله فيك. والمسألة مسألة موازنات، موازنات نعم. مفاسد ومصالح. نعم. إذا كانت المفسدة عندك، إذا كانت المفسدة عندك بعد أخذ الجنسية أكثر من المفسدة التي أنت فيها الآن، ابتعد عن الجنسية. إذا كانت المفسدة أقل، يعني مسألة مقارنة مفاسد ومصالح. وفيما يخصك أنت، أنا لا أدري ما قدر المفسدة التي عليك وما قدر المصلحة التي ستتحصل عليها. فالجنسية فساد، الجنسية فساد، أعني الجنسيات دول الكفر، نعم، يلزمونك بكل قوانين دول الكفر. وما الأخ فيه من طرد من بلاده وملاحقة فساد أيضا. فهو يستطيع أن يقيم أي المفسدتين أخف ويختار أخف المفسدتين. فالقواعد إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا الأخف. الخضر في مفسدتين، مفسدة فقدان السفينة مصادرتها بالكلية ومفسدة خرقها، اختار الأخف فهو أن تخرق السفينة. المرأة التي تضررت من زوجها بين مفسدتين، البقاء والتضرر في دينها أو أنها تختلع وترد مالها الصداق، فتختار أخف المفسدتين. فقاعدة اختيار أخف المفسدتين التي تحكمك وأنت تستطيع تقيم حالك بارك الله فيكم. مرحبا بك.